السلام عليكم، اش اخباركم؟ نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. والله الا كندير هذا الفيديو ميت بالضحك، هادشي راه الموت ديال الضحك. ماما غادي نقول لك قدام الناس كاملين سمحي لي، واش انت غادي تدي على امي السعديه؟ لا ما غادي نصديها، قال اولادك ولادي ما قال لا اولادك قالوا شوفي ماما الناس قالوا اولادها كيعطوا لي الكتب كيقولوا لها تهديه دار تهديه كاس تهديه برد تهديه تركت ما كلتها تكلمة حرير اشتغلت ربطة ونروبي كلتها قدامك لكن وكان كيكي كتبوني بالعامي بالعامي ما يستوني ما خرجي عقلي فأنتي أنا نكتب لك أنا راح على المرس مرتين كان شيء ناس تغيطان وانا كريم لا تقرا من حتى لي ديما بتغطيني ديما ديري يا مالي مالي هاو مالي انا هاو ديا ورد البنات غنشرح لكم. هو البارح فاش كنت دايره فيديو امي السعديه اشنو قالت؟ قالت لك كانت اللوبيا اسمعوني بلاتي نكمل كلها كيقولها دايره مصابه كيعطوا لي الكدوم سجدي هات يا ماما امي السعديه راه ما قالت والو راه غير كذب عليك ادم قولي ديما كيحط على الكدوم ديما كيحط على الكدوم قالت ودارت سمعوا البنات عيطات لي ماما عيطت لي ماما كنت كنوجد السعديه تشهد طويجين ديال البصله والزبيبيه وعثمان عيطت لي ماما قالت لي ساره اش هاد البساله مالنا حنا ولينا فهاد الساره قلت شنو قالت لي الفيديو ديال البارح باش امي السعديه قالت لك راه انا كنتفكر كنتفكر الطريقه اللي هضرات بها ماما ماما سمحي لي وقطعات عليا ما بقاتش باغا تهضر معايا قالت لي قالت لي الى باك مشى شاف الفيديو بانها كتهضر عليه وكتقول انا غيره وانا قلت ليش هذاك الشيء البساله انا ما تدخلينيش في داك الفيديوهات ديالك البساله ديالك ما تدخلينيش فيها سمع ما عجبهاش الحال دابا امي السعديه البارح سمعتوها كاملين شنو قالت قالت بان كلات اللوبيا من عند ماما ودراتها دارت لها لا دياغي ودارت لها الوجع واقيلا اللوبيا بايته سمعوني يا البنات هي هادي ماما ماما مسكينه قالت لي كل مره وقعت لها شي حاجه انا ما دايره غير الخير انا جايبه لكم اللوبيا تاكلوها تصدقنا المره مريضه ما قلتش اش رجال ادم شوفي اسمعيني نهضر معاك اسمعيني اسمعيني امي سعديه نتي ولا ولادك بكون كولان ما رجع فريا باطن هذا بغيت تسالوني انا فريدة عبرت ما نتي ولادك ما قلتي لي فرقوا ديك المرة ولينا على طيحت الرواح ولينا على شعرت لو جاب الله الفيديو مسجل شفته البارح هي درت في الفيديو ماما تفرجت في الفيديو ايه طيحت الرواح قالت لك ماما انا ما دايره الخير قالت لي دارك ما عمرني نوصل لها وانا نقول لها كاع ما غنخليها قولي هادي لا السعديه راه ادم كذب هاي قولها لها هي كتشوف قولها اختي هي ماما امي السعديه ديما تشكرك وعزيزه عليها وكتقول لها لا فاطمه وانا نكرهول لا انت كتشكريها انت كتشكري ماما ماما امي السعديه ديما تشكرك تقول لي لا فاطمه ظريفه ومتوله وعزيزه عليا وكنبغيها وكتبكي ها هي غتبكي دابا شوفي يا ماما انت شوفي هي غتبكي ماما عزيزه على انت انا غنخرج بحالاتي لا لا ماما تتعزز عليها وصافي السعديه اسمعيني نهضر معاك السعديه شوفي فيا اسمعيني فرقوني يا مرات مالي لعال السعديه ادم كذاب انت ما قلتي والو وانا هذاك شتا خو ضربه خويا وداكي وصافي السعديه انت شوفي وقولي لماما ما قلت والو قولي سمحي لي لاله فاطمه اختي انا ما بغيت تبرد هيا انت كلهم تبي غمشي انت لا لا ماما كاع شوفي ماما شوفي 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 شوفوا البنات نقول لكم واحد القضيه دابا ضحكنا شويه انا نهضروا في المعقول هي ماشي تمشي عندها ماما تمشي عندها ماما وقع لي واحد المشكل في الدار تشقات الدار كلها عاودوها سمعوني سمعوني نقول لكم واحد الحاجه المشكل ديال الدار راه شفتوه تفرقعات كامله في الحيط
ياك ملي تفرقعت الدار في الحيط ما يمكنش ليها، وجاو ضربوها، ضربوا الدار وما سعديه عافاك واحد دقيقه، شدوا الدار قشروها وقادوها وبناوها عاودوها كامله داك الجناب، يعني هزوا كل شيء، الرحيل وداك الغبره وداك الصباغه وداك الشيء. هي ام سعديه عارفين عندها مشاكل في الرئه، ما يمكنش لها غتمشي لدارنا في هذا الوقت هذا. قالت لها ماما تسني علينا ما قاديت زعما الامور ديال الدار داك الشيء، ديري ترقى عليا الرئه، ما خليتي لي ما قلتيها، ولا ما بقيتي انا معاك، غادي يوري الدم، غنمشي سبيطار، نمشي ندوز، ونعس سبيطار نرقى عليا، ما نمشي لعند مرة أخرى معاك، فرينا. المهم ما علينا، ماما تقلقات، ماما قالت لي شوفي انا الفيديو باش انا جايبه لكم جايبه لكم انا صوبت لوبيو درت لها فيديو، كون وقع لها شي حاجه فين غنولي؟ قالت لي نولي اخر يوم غدا للحبس. ماما تعصبات، قالت لي وفوق هذا الشيء كامل قالت لي باش غتجبد باباك وتجبد، قالت لي خلي العائله بعيده. انا خديت زعما عجبني الحال بحكم ما نتوما وليتو مشاهدين ديالنا ومتابعينا، وكنضحكوا عارفين مي سعديه عقليتها كيفاش دايره وتولفنا عليها. انا معطى عليكم وتبت عليكم ما كتعاونك تتبوا امي تخلص اخراتي وما نعاون باركو عليكم رات امي مالي مالكم انتم باركونا تر الصباح ما كتبكم مي سعديه ادم اسمعني ادم كيتعلم معايا هو اللي قال انا اللي جبدنا في مسطح وانا اللي جبدنا فيه في الحالات كيف حدوني ما بقيت خليت ادم قال لي ما قلت والو لا ادم ما قلت لي ما قلت لي شنو ديري 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 لي شنو ما قلت والو ما سديه ما قلت والو تبعك ولدي والله ما قلت شي حاجه لا 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 ما باخذتو معايا لا تورعو يلا لا تورعو يلا مالي انا ترى صغير كيف جات وجات ربي ما تبقى كبار يضربو قالت لك امي سعديه ما قالت والو ادم هو اللي قال خليها انا بغيت حتى هاي اش ماما قالت لي قالت لي والله تنقتلك لك انت هو جاي كيقول ادم انا ما درت والو وباك يكون لازم مسدي الله ما درت شي حاجه انا ما درت والو كدير كدير دير ما سدي انا والله ما قلت شي حاجه مسدي ما درت والو صافي مو سامح مو سامح هذا دابا لي خرج عليك فهمت صافي مسامحة راه هو قال راه دري صغير لا تغير والو هي راه باغا كتبت لي راه غنيه غنيه انا غمزتها هي راه عوره فوقاش غمزتها يعني بدات تخرويت تخرويت راه كل شيء حطوك كانك مخرويتها كتابة رمانية حرامية من فعلك من زيانات انتيا كل خايبة غادي نخرج من عندك ونبقى معاك فهمي اللي بغيت تعطي حتى انا بغيتي ناخذ حوايجي ديري عندك سيطة يقولوا اللي يقولوا سعد في الكبدة كركية العدو فولو لا بارقة ما خليتي نقول تطيح عندك طيح من الشرجم ما تعرفي وني انا نقول يقولوا اللي يقولوا سعد في الكبدة كل كيال عنده فولو نعيش الشيطانة سي سعاد طيحوا عليك باطل خطير هاد المرة ماما هانتي ودابا دخلت عليك بالله واخا دابا واسك شي خليني نهضر هانتي ماما أوي على أنا سكر الطاجين كامل أوي على أنا سكر الطاجين كامل يلا ماما هانتي دابا باش انتي غادا تشدي في خاطرك انتي دابا ماشي غير انتي الناس كاملين شافوا الفيديو
ويلي 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 راني شفت طاجين. ماشي مشكل ماشي مشكل، انتم الطاجين ديال البصله والزبيب صوبتو وانس مشى شوفوا شوفوا شنو داير. يا لطيف يا لطيف. علاش انس كلتي؟ علاش كلتي؟ ها كسر كنت شفت لحم تو بعد مالي سمعتي ماما؟ سمعني نقول لك واحد القضيه. هنا هنا فين غادا ديري غادا تفهمي بان راه كلشي شاف هذا الشيء. يعني امي سعدي هذا انا امي سعدي ما دارت والو، امي سعدي راه فحال انس. الغلط ديالي انا اللي صورت. كنعتذر منك ماما وكنعتذر منك بابا قدام الناس كاملين، ياك كنعتذر منكم. الغلط ديالي انا ماشي ديال امي سعدي. سمعي سعديه وسعديه انا على الشيطان. ماما كل واحد بلاكتو على ظهره، كل واحد معروف. انت ماما راكي معروفه وحنا معروفين. يعني ماما انا اللي فيا لافوت، انا اللي صور. قبيله حاولت نتفاهم معك في التليفون بغيتيش تفهمي معايا، وزائد بابا صيفط لي فوكالات قاصحين. غادي نقول لك من هنا بابا اسمح لي وماما، راه سعديه فحال شي دري صغير والله القسم. هذاك الفيديو ماما كنقول لها ترى كنت تبعي انتي امي سعدية. اسمعيني سعدية، كلشي من ادم. غادي ندير داكشي اللي قلتي ليا، غادي نجيب الفلفل السوداني وندير عليه تحت منه تحت قاع. وقلتي ليا ياك سمعتيني ماما. انتي انتي كتشوفي دابا كلشي على عينك، ان السيده كما كتشوفوا كما كتشوفي كما كتشوفي ماما. السيده راه ما لا اله الا محمد رسول الله. لا فوت لا لا فوت فيها واخا. شكون انا؟ الو الو واحد ماما. انا لا فوت ديالي انا اللي صورت امي سعدي. ادم ماشي ديال امي سعدي، لا فوت ديالي انا. غادي نقول لك سمحي ليا وبابا تا هو سمح ليا. وراه كتشوفي هي دابا راه سمعتو كلشي البارح على ودنكم، ودابا كتقول لكم انا ماشي انا راه ادم. سمعي ماما قالت لك ادم سعدين على الشيطان، سعدين على الشيطان. ولا تلح من الشرجم السعدين على الشيطان. انا ما بقاش ما بخلي غير الكبار والصغار. مالي انا ميتة مالي راجعة هذه الماتية وما خدمتش عندها. وانا اللي عندك حبابك وناس ليا. انا يا بنتك انا يا حبيبتك. دابا نمشي نعيط على ماما واحد شوية، وماما راك عزيزة على نفسي. ماما اش قالت لي؟ راك عرفات ادم وخلويك، راك قالت لي ادم وخلويك. ولا على الشيطان. وشوفي دابا هي كتشوفك ماما على الشيطان. واش عاد عوافي طيحت الرواح؟ هو اللي باغا طيح عليا روح، قالت لك تقتل راسها. ياك بغيت تخلي نقول قلت انا مالي ترى باغي ورقه واخداني ترى معي الكاغ. ما بغيت نبرك نقول خرج ترقى ما خدتش خرج ترقى. انت مالي انا لاباس عليا؟ مالي انا ساره دارت فيا حاله. وصافي ما قالتش ماما. انا شاهده ادم كذب، امي سعديه ما قالتش والو. وصافي ما تجبديش السيد، صافي واسكتي. دابا سكتي، دابا يجي تا هو اللي بقى يجي يحيح علينا، هو اللي بقى يجي يحيح علينا. وا عباد الله وك وك عباد الله وا عباد الله. واو واو طيحت الروح شعلت العوافي ما قالتش والو. طيحت الروح وخلويتاتي كتابه. ماما ماما الله يسهل عليك، انا قدام هاد الناس كاملين كنقول لك سمحي لي سمحي لي انا غلط. والناس كاملين عارفينك اش كتسواي، والناس كاملين عارفين حجرتك ثقيله، والناس كاملين عارفينك مولات الخير وبنت الدار الكبيره. ماما امي سعديه راه مرا كبيره ما تديش عليها عافاك. ماما ما تقلقات قالت لي واش انا ما تحطيش بنتي داك الفيديو. ماما تقلقت مني انا، اما سعديه راه مرا كبيره. ماما تقلقت مني انا. ماما ما قالتش سعديه وانا كان على علاش درت هذا الفيديو هذا.
باش نعتذر منك قدام المغاربه كاملين وقدام الناس كاملين. كنقول لك ماما سمحي لي بزاف وكنحماق عليك وكنموت عليك، لا انت ولا بابا الله يخليكم ليا. وانا غلطت في ذاك الفيديو ديال البارح، هو راه هو خدينا بباب من باب المزاح هكا، ولكن هذيك بساله مني وطيش مني. ما عرفتي انت غندير عقلي عباد الله، انا فين كنت انا؟ انا علاش تزوجت؟ انا كيفاش تولدت ثلاثه الدراري؟ انا ما عقلتش على راسي، انا كنت حمقه يلا رجع لي عقلي. وعقلي مازال ما راجعش، انا باقا كندير في الزبايل. هذا انس، انا باقا كندير في الزبايل دابا، انا كنهضر وانس الغوت. سمعتوني؟ المهم سمحوا لي بزاف وكنعتذر منك ماما وكنعتذر منك بابا بزاف 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 بزاف. وانتم مالي العقل وانا غلطت، ما كانش عليا ما كانش عليا نحط هذاك الفيديو. امي سعديه ما خلاتنيش نهضر على خاطري، ما كانش عليا نحط هذاك الفيديو. كنعتذر منكم كاملين ماما، كنعتذر منك بابا، دخلت عليكم بالله لما سمحوا لي. الغلط كيوقع وما عرفتش امتى غندير عقلي انا، والله ما عرفت. انا غنكون غدا بالعكاز وكندير الزبالي، انا ساره مو الزبالي، صافي انا ساره مو الزبالي. اري راسك وتشوف بابا البوسو. سمحوا لي صافي، انا اعتذرت قدام الناس كاملين. سمحوا لي على الفيديو ديال البارح، كنعتذر منكم على الفيديو ديال البارح.